الإله الواحد أمين. احنا بنتكلم على بعض العلاقات السامة. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على العلاقات التنافسية. عايز اكلمكم في المحاضرة دي على نوع تاني من العلاقات التنافسية بنسميها علاقات السيطرة. السيطرة Controlling Relationships. والحقيقة من أكبر العلاقات المدمرة هي علاقات السيطرة. يعني أنا دايماً أقول أنا شخصياً يعني أتكلم عن نفسي، أنا في نوعين ما بعرفش أتعامل معاهم، الشخصية المسيطرة والشخصية اللي هي unreasonable، إنك تستخدم معها لوجيك، تستخدم معها منطق، بس هو مفيش لوجيك ولا منطق. ولو الاثنين بقى تجمعهم في شخصية واحدة فأكلمك شوية عن موضوع علاقات السيطرة، بس دي من أكثر العلاقات المدمرة. إيه السيطرة؟ إيه السيطرة؟ السيطرة هي محاولة المرء التحكم في الظروف المحيطة به أو التحكم في سلوكيات الشخص الآخر. إن أنا بتحكم في الآخر، عايزه يمشي زي ما أنا عايز، وأيضا الظروف عايز أتحكم فيها علشان الظروف دي تمشي مع فكري. في بعض الأحيان بيستعملها الإنسان، بيستعملها بشكل مفرط. يعني السيطرة في كل حاجة في الحياة. طبعا الناس مين المسيطرين دول؟ برضو المسيطرين دول اللي هم عندهم big feeling of insecurity. كل ما الإنسان يحس بعدم الأمان، كل ما الإنسان بيحاول إن هو يسيطر، يعني الإحساس بعدم الأمان بيكون معاه إحساس بالسيطرة علشان يدي للإنسان الأمان. ففي علاقات السيطرة الإنسان كل ما بيكون عنده إحساس بعدم الأمان، إيه اللي ممكن يخلي الإنسان حاسس بعدم الأمان؟ الغموض أو المجهول، الخوف من المجهول، أو الإنسان اللي عايز يثبت ذاته، أو الإنسان اللي بيخاف من فقدان التحكم في الآخر. الإنسان المسيطر لا يقبل كلمة لا من الآخرين، حاجة يقوله لا. في نفس الوقت هو لا يستطيع أن يقول نعم للآخرين. شايفين التناقض؟ يعني في الوقت اللي هو ما يقدرش يقول لحد نعم، هو في نفسه مش عايز حد يقوله لا. ده الإنسان المسيطر. فالإنسان المسيطر لا يقبل كلمة لا من الآخرين، في نفس الوقت لا يقول هو نعم للآخرين. وكل ما الإنسان بتكون حاجته للسيطرة، يعني إحساسه بعدم الأمان كبير، فحاجته للسيطرة ملحة وشديدة، فدي بتسبب في إفساد العلاقات، العمل، طريقة الحياة. زي ما قلتلكوا من أكتر يعني العلاقات التنافسية دي لها مشاكلها، لكن من أكتر العلاقات المدمرة للكيان، أي كيان سواء كان أسرة أو أي كيان آخر، هي علاقات السيطرة. إيه اللي بيخلي الإنسان مسيطر؟ يا أسباب السيطرة دي، الواحد بيخاف من أن هو يفقد السيطرة على الأمور، أو خايف أن يبقى تحت رحمة الآخرين، فهو عايز يكون كل الأمور في إيديه، زمام الأمور كلها في إيديه، علشان لا ما يبقاش تحت رحمة حد، وما يبقاش خايف من أن الأمور تفلت من إيده. طبعا ممكن الخوف ده
يكون نتيجة أحداث مؤلمة في حياة الشخص جعلته يشعر بالضعف والعجز، فعشان يحمي نفسه بيتحول ان هو to take control in his hand. يعني مثلا لو واحد صغير طفل اتعرض لإيذاء نفسه جامد، فلو هو اتعرض لإيذاء نفسه جامد فهو عايز يحمي نفسه، فعشان يحمي نفسه لازم يقول لا للكل وما يسمعش كلام حد وما يقبلش من حد ان حد يقول له لا، فيتحول الى انسان عنيف ويتحول الى انسان مسيطر. فممكن تكون السيطره دي سببها احداث مؤلمه في حياه الشخص، ممكن هو صغير او هو شاب تخليه كان شعر بالضعف والعجز فبيتحول بقى الى مونستر علشان يحمي نفسه، فينتهي ان هو عايز يخلي كل الامور في ايده فينتهي ان يكون انسان مسيطر. علشان كده برغم ملوك الناس المسيطرين دول ناس مفعمين جدا، لكن جواهم في نقطة ضعف كبيرة، ولو هو قدر يتواصل مع نقطة الضعف دي، هي دي المشكلة، هو مش قادر يتواصل، هو بيبقى عايز يسيطر طول الوقت لأنه خايف إن هو to put his guards down، لأن هو لو put his guards down يقول لك أنا ممكن أبقى تحت رحمة الآخرين ويزوني تاني وأنا مش عايز أتعرض للخدمة تاني. لكن لو هو ابتدى يدي ثقة وابتدى يدي فرصة للناس اللي فعلا بتحبه وعايزة تساعده إنها تساعده وترجع الإحساس بالأمان جواه تاني، خلاص ممكن فكرة السيطرة دي تروح. لكن للأسف تعرف زي واحد مثلا بيكون اتعور، أنا بدي مثلا كده يعني مش أقرأ الصورة، فماشي بقى بمسدس في ايديه طول الوقت عشان محدش يضربه تاني، واي حد بيهدده على طول كده. ليه؟ مش قادر يتخلى عن ده علشان عايز يحمي نفسه. بالظبط كده، والانسان المسيطر انسان عايز يحمي نفسه لاني مر بنقطه ضعف في حياته. عشان كده السيطره مرتبطه بخبرات حياه مؤلمه او مسيئه، مرتبطة أيضا بإنعدام أو قلة الثقة في النفس، فيش واحد واثق في نفسه الإنسان مسيطر، بالقلق anxiety، القلق مثلا حوالين المستقبل، حوالين الفلوس، حوالين أي حاجة في حياته. برضو fear of rejection، الخوف من الهجر أو النبس، الخوف من الرفض، فبيخلي الإنسان عايز يسيطر علشان مش عايز حد يرفضه أو ينبذه. خلي بالك دايما ولاد الناس المسيطرين، يعني مثلا لو في أب وأم مسيطرة ولادهم يا إما هيتحولوا يبقوا مسيطرين جدا لأن هم يتعرضوا لكتير من السيطرة فهم رد الفعل إن هم حدش يتحكم فيا، يا إما العكس إما أولاد يقول سميهم compliant يعني بيمشي الجو خاضع كده عشان يعيش and to survive مع واحد controller حاجة من حاجتين، إما تبقى controller فهو ما يمشيش كلمته عليك، إما تبقى مش عايز تستخدم كلمة خانع ماشي تحت الحيطة كده ماشي تحت الحيط كده، يعني مش عايز يقول كلمة خانع بس هو خلاص اهو بيمشي اموره وحاضر حاضر لكل حاجة، حد ممكن يقول حاضر للغلط بس علشان ايه ما يتعرضش لإيذاء ولا حاجة. ف والجزء منها المسيطرين دول ممكن يهددوا بالرفض، يعني معنى ايه لو أب مسيطر وابنه ما سمعش كلامه فممكن ممكن يخصمه ما يكلموش، ممكن ما يكلموش لمدة شهور، فدي بتبقى عقوبة شديدة قوي من الوقت تحس ان هو ما بيكلموش لمدة شهور، فدي بتحاول الانسان هو نفسه يبقى مسيطر عشان بقاش تحت رحمة حد، دي لا صوتها الخوف من الهجر او النفس. برضه انعدام او قلة الثقة بالنفس، او في ناس بتخاف
من الاختلاف. يعني لو الاخر ده مختلف عني فاخاف منه. اخاف ليه؟ دي ليها علاقه بالعلاقات التنافسيه، يمكن يبقى احسن مني، لا يمكن طريقته غير طريقتي، مدرسته غير مدرستي، ما ينفعش. فانا عايز نبقى متماثلين، ودي مشكله بقى كتيره في الزواج. في الزواج اول ما يتجوزوا في اول سنه تلاقي كل واحد عايز يحول الاخر الى شخصيه طبق الاصل منه، دي اللي بنسميها التماثل، او شخصيه طبق الاصل للشخصيه اللي انا رسمها في مخيلتي. يعني ممكن تكون الزوجه رسمه شخصيه لزوجها، او الزوج رسم شخصيه لزوجته، فهو لما يتجوز فلانه هي تختلف عن الصوره اللي في ذهنه، او هي اتجوزت فلان اللي تختلف عن الصوره اللي في ذهنه، فبحاول اسيطر عليه عشان اغيره للصوره اللي في ذهني، او اسيطر عليها عشان اغيرها للصوره اللي في ذهني، نبقى متماثلين في الاخر. فدي برضو الخوف من كون الاخر مختلف. برضو السيطره مرتبطه بمعتقدات وقيم ومفاهيم الشخص. يعني مثلا في بعض الكالتشر بعض المجتمعات ان الراجل لازم يكون له كلمه الاخيره، الزوجة دي ملهاش رأي، إيفن لا يؤخذ رأيها في شيء، الزوجة دي مجرد تربي الولاد وتنفذ كلام الراجل وخلص على كده. طبعا لو واحد بيتجوز بهذا المفهوم، هو ده المفهوم وهو ده المعتقدات اللي هو كبر عليها وشاب عليها وربما شافها في بيته، طبعا لما يتحول يتجوز عايز الصورة تبقى موجودة، ولو الصورة دي مش موجودة بيتعب كتير جدا، او هما اللي بيتعبوا تفضل حياتهم كلها في معتقدات وقيم ومفاهيم الشخص. برضه من الناس المسيطرين اللي هما الناس اللي بنسميهم perfectionist. تعرفين الانسان المسيح قال لنا كونوا كاملين. ففي فرق بين الانسان يسعى للكمال وانسان بنسميها الكماليه، او انا بحب ترجمه ثانيه لكلمه perfectionist بيسموها هوس الكمال. الانسان مهووس بالكمال. فهوس الكمال ده انا عايز كل حاجه تبقى بيرفكت 100% according to my image according to my mind. فعشان كل حاجه تتعمل لازم ابقى مسيطر. فتلاقي مثلا ايه واحد في الشغل بتاعه هي perfectionist، فكل الناس اللي هم بيشتغلوا تحتيه عايز يتحكم فيهم عشان الشغل يطلع بالطريقه اللي هو عايزها 100%. طبعا هو خايف من الفشل، فعلشان يضمن النجاح عايز كل حاجه تمشي زي ما هو عايز، ودول بيبقوا بين لنفسهم وللاخرين، بيسببوا الم لنفسهم اللي هم مش مرتاحين، وايضا للاخرين اللي معاهم. فممكن يكون البرفكشنست ده برضه انسان مسيطر. تاني الخوف من تولد مشاعر مؤلمه. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا كشفت نفسي، كشفت ضعفاتي، طب الاخر ده هيتعامل معايا ازاي؟ هيقبل المشاعر دي ازاي؟ هيقبل ضعفي ده ازاي؟ ومن هنا برفض ان انا اتحط في الموقف ده، وان انا اتجرح تاني. فبتحاول انسان مسيطر، كل حاجه في ايديا، مفيش عواطف، مفيش مشاعر، علشان ما اتعرضش تاني لان حد يجرحني. طبعا من قصص السيطره في الكتاب المقدس في قصص كتيره، بس برضه قصه يوسف ان العلاقه بينهم ما كانتش بس علاقه تنافسيه، ولكن ايضا كانت علاقه سيطره، يعني هم عايزين يسيطروا عليه. فتعرض للإساءة من قبل إخواته، تعرض للنبذ والتخلي. تخيلوا كده لما الأول أمروا إن هم يقتلوا، وبعدين راقبين الأخ الكبير علشان ينقذهم من إيديهم، قال طب نرميه في البير. هو كان في ذهن نرميه في البير وبعدين ياخدوه يعني ينقذوا ويطلعوا من البير بعدين. بعد كده قالوا لا طب نبيعه كعبد للإسماعيليين، ونألف قصة أن أخونا ده مات.
يعني تعرض كتير للنبذ والتخلي. ايضا فقد السيطرة على حياته كومبليت، يعني عبد، وهناك العبودية، في ارض مصر في ذاك الوقت، يعني ما كانش له قول، يعني نقتله هيقتله، نرميه في البير نرميه في البير، نبيعه نبيعه، يفقد السيطرة على حياته. طبعا فقد الشعور بالأمان. أنا بس عايز يعني أثبت لكم من قصة يوسف إن الإنسان لما تكون له علاقة حلوة بربنا، حتى لو تعرض لكل الأمور دي، ممكن في الآخر ما تنتهيش شخصية مسيطرة. عايز أخرجكم من حتة إن الواحد يجيب عذر لنفسه، بإن لو في شخصية مسيطرة موجودة وسطنا دلوقتي، فممكن لما يسمع الجزء الأولاني يقول آه ما أنا تعرضت لإيذاء في حياتي في صغري، فطالما تعرضت لإيذاء في حياتي فده بيبرر لنفسه ان انا ابقى شخصيه مسيطره، وطالما انا بررت لنفسي يبقى هستمر ابقى شخصيه مسيطره. بس انا عايز اقوله هنا، لا، في ناس اتعرضوا للي احنا ما تعرضناهوش كله، ما تدريش في حد فينا اتعرض للي اتعرضه ليوسف، ومع ذلك يوسف ما تحولش الى شخصيه مسيطره. السبب في كده علاقته مع ربنا. فتعرض للإساءة، تعرض للنفس والتخلي، فقد السيطره على حياته، فقد الشعور بالأمام، ومع ذلك لما جات له الفرصة وبقي تاني إنسان في أرض مصر لم يتحكم في إخواته، لم يسيطر عليهم. ده النفسية السوية. والنفسية السوية جابها منين؟ جابها من علاقته بربنا. قال لهم كده، إداهم إحساس بالأمان، قال لهم لا تخافوا، هل أنا مكان الله؟ On the other side، الإنسان المسيطر ده إنسان بيضع نفسه مكان ربنا، عايز يتحكم في كل الأمور، وربنا هو ضابط الكل مش أنا.